اليوم تبهر النشاطات والفعاليات النسائية في شتى المجالات، سواء كان ابتكار أو رياضة أو فن أو هايكينج وغيرها الكثير والكثير. اليوم راح نتكلم عن فريق الدراجات الهوائية النسائي في الرياض باور سايكل، وراح نتعرف متى تأسس وكيف بدأوا البنات اليوم في تحقيق بطولات. يسعدنا أن ينضم معنا في الاستوديو الأخوات عزة وعايشة البريه. لو سهل فيكم. أهلا ومرحبا. طيب عزة وعايشة، كيف كان دخولكم إلى عالم الدراجات الهوائية؟ أول شيء مرحبا وشكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج. كان دخولي في سباق الدراجات أنه أنا أصلا ما أعرف أركب دراجات، منه أنا طفلة كان عندي خوف من ركوب الدراجة. أهلي حاولوا الصراحة أنهم يعلموني، الوالد اشترى لي هدية نجاح دراجة، لكن ما نجح الموضوع. ما في فايدة. فمن أنا طفلة وأنا عندي هذا الحلم، أبغى أركب دراجة وأكون مثل الناس اللي أشوفهم إذا سافرنا برا أو في الشارع. فضميت الفريق باور سايكلينج، أول كلمة قلت لهم أنا أبغى أتعلم أركب دراجة وأبغى أتعلمها بطريقة محترفة. طيب إيش السبب اللي أنتم حبيتم في هذه الرياضة؟ أنا بالنسبة لي أحبها من الطفولة، يعني من الطفولة أنا أركب دراجات. كنت ما حاولت تعلمينها شوي؟ حاولت كثير. حاولت مو بس أنا، كل العائلة حاولت أن أتعلمها. كان عندها مشكلة في التوازن. صحيح. يعني صحيح. فقط يعني درجة أن أبوي ركب لها العجلات الصغيرة بس عشان تلعب معانا، يعني بس عشان إحساس. وعسى الحين بعد ركب دراجة. لا خلاص احترفها الحين. ما شاء الله عليكم. طيب خلونا نسألكم عن باور سايكل للدراجات الهوائية، هذا الفريق اللي أنتم مؤسسينه، كلمونا عنه، كيف جات الفكرة لتأسيسه، هل يتبع لأي مظلة؟ فريق باور سايكلينج تأسس على يد الكابتن أحمد وكابتن هناء حلمي. تأسس في يناير 2021. الهدف منه أنه يضم أكثر فريق نسائي ويوعيهم برياضة الدراجة، ويوعيهم طريقة يكون احترافية، يعني مو بس ركوب هواة، لا يكون بطريقة احترافية. احترافية خصوصا في الشوارع. صحيح. خصوصا في صحيح. الجولات. صحيح. طيب معلش بس خلوني أشوف السؤال. أنا أنتي أحسك ما شاء الله قدوة الكثير من البنات اللي ممكن في البداية مو متعلمين على كيف يركبون السياكل، وبدأت من الصفر. صحيح. أعطيهم نصيحة. شوفي كيف إنك أنتي قدرتي تمسكين هذا الشيء؟ هو شوفي لما يبدأ الموضوع من خوف وإحساس إن أنت الشخص اللي ما يقدر يسوي وما يعرف يسوي وكل الناس اللي حالك تسوي، تتحدى نفسك وتقول لا، أنا بأثبت لهم، بأثبت لنفسي أني أنا أعرف أركب دراجة. يعني أنا أشوف الناس اللي تركب دراجة بطريقة محترفة والفرق الاحترافية، أبغى أصير زيهم أو حتى شوي النص منهم يعني. فهذا الدافع اللي خلاني أبدأ أبغى أتعلم أركب الدراجة. حتى مع الفريق، يعني أنا توقعت أني راح أطول مع الفريق، أني راح أخذ وقت طويل وأنا أتعلم حصة ونصف. الحصة الثانية نهايتها طلعوني يعني بالشارع. يعني طول خوف السرين اللي أنت خفتي منه العذاب. حصة ونصف. ساعة ساعة فعلا، يومين بس. واليوم الثاني مشيت في الشارع عشان يكسرون فيني حاجز الخوف وخلاص أمشي بين السيارات. مين اللي خلاكي تمشين في الشارع وتكسرين حاجز الخوف؟ الكابتن أحمد. كابتن أحمد. ما شاء الله. خلاني أمشي، قال لي أنا ما راح أمسكك. يعني حتى أول مرة ركبت فيها الدراجة قال لي أنا ما راح أمسكك، أنت راح تعرفين تتوازنين، لأنك أنت تعرفين كيف بس أنت خايفة. ففعلا أنا يعني ركبت الدراجة، وطبعا طحت وكان في أقماع تدريب، كسرت الأقماع كلها. وبعدين عرفت أسوي. ولكن كسرت حاجز. طبعا. طب أبغى أسألكم عن رحلة، خلينا نقول هذه الرحلة اللي بتحاولوا أنكم ترسلوا رسالة للسيدات والبنات أنهم يمارسوا هواية ركوب الدراجات. كيف بدأت؟ كيف كانت البداية؟ كيف كان إقبال البنات أنهم يكونوا جزء من هذا الفريق؟ قولي لنا يا عزة. بالنسبة لي طبعا عايشة ابتدت قبلي بشهر. فقالت لي عزة ليش ما تجي معنا تشارك، انت تعرفين تركبين دراجة؟ فقلها لا بالليل وما اعرف ايش خطر وسيارات. قالت لي لا جربي مرة، اوكي تعالي معنا يعني. بالفعل جربت مرة ورحت معاهم. كان شعور مختلف، يعني اول مرة اركب دراجة في الشارع. أيه؟ في حياتي. اوكي انا متعوده يعني في بيتنا الحوش. أيه؟ حوش بيتنا. أيه؟ يعني اول مره في شارع ومع جروب بنات ومع مدربين معانا ويعطونا الارشادات والتوجيهات. اوكي
طبعا اول يوم كان متعب، يعني ما توقعت انها متعبه لهذه الدرجه. كم قعدتم اول يوم؟ كم ساعه؟ ساعه ونص كانت 5 كيلو. ايوه ما هي ساعه، صحيح ساعه ونص 5 كيلو، المفروض اكثر يعني. بس بعدها لما رجعت البيت طبعا مختلف الشعور تماما عن اي رياضه مارستها. يعني انا مشتركه بالنوادي من اكثر من 10 سنين، من اول ما فتحت النوادي في الرياض اوكي، وانا اشتراكاتي سنويه اوكي. اول مره اجرب رياضه في الهواء الطلق. فرقت معك؟ مختلف تماما. انا شعور يعني شعور السعاده مختلف. انا قبل شوي قاعده اقول الريم ريم، يعني انا جبت كل شيء كل شيء. يلا تعالي معنا، يلا يلا نجرب. انا الحمد لله انا اعرف اركب البايسكل، بس مشكلتي احس انه يعني الرياضه غير. بس كثير قاعده اسمع على التعليقات وعلى الكومنتات انه البايسكل مره غير مختلف، حتى انه اسرع في شد الجسم شد العضلات. بس بسالكم بنات، لما تطلعون هل في زي معين لكم او تطلعون من عادي اي واحد تلبس اي شيء؟ لا لنا نلبس زي رياضي اوكي، ومعانا الخوذه، وطبعا الدراجه فيها اللمبات الاماميه والخلفيه لان احنا اللي هي كل وسائل السلامه، كل وسائل السلامه. ومع طبعا والعاكس، الجاكيت العاكس عشان السيارات لو جت تشوفنا من بعيد. حتى في لبس خاص للدراجات، يعني علشان مقاومة الهواء، علشان سلاسة المشي. فيعني بالبداية تلبسين لبس رياضي عادي، بعدين مع الاحتراف لا تبدين تشترين سواء كان أونلاين ولا من المحلات، لا لبس رياضي خاص بسباق درجات. انتم الجولات اللي تسووها في الرياض في الدرعيه في وادي حنيفه، خصوصا في الدرعيه وادي حنيفه ما هي سهله، المناطق بتكون جبليه فيها طلعات نزلات، الشوارع بتكون ضيقه. هذه الاماكن تحتاج انكم تتدربوا عليها؟ في صعوبات واجهتكم فيها؟ لانه خصوصا انه ما فيها مسارات مخصصه للدراجات. الامانه الكباتن قبل الرحله لا يسوون رحله بحث عن افضل مسار يكون ما في اخطار، بخصوصا ان اللي معانا في الرحلات مو شرط يكونون من نفس الفريق، ممكن يكونون فتيات من فرق ثانيه او يعني معارفنا، فممكن ما يكونون عندهم تدريب مكثف مثل اللي احنا نمر فيه، فلا يكون المسار امن جدا. غير كذا في الدرعيه بالذات في كثير دراجين، يعني انا ذهلت كميه الناس اللي تلعب دراجات، وفي فرق محترفه جدا وفي نساء كثير. فبالعكس انا اشوف ان الدرعيه والاماكن اللي فيها رحلات دراجات مؤهله جدا انها تكون فيها رياضه دراجه، بس هي زي ما تفضلتي انه مشكله المسارات في وسط المدينه، خصوصا انه انتم بتسوقوا مع السيارات. صحيح والله، والمكان ضيق امانه، والمكان ضيق. بس ما يعني احنا ما نتدرب في الدرعيه، يكون التدرب في مكان شوي شارع واسع، السيارات فيه تكون قليله علشان ما يرتبك، خصوصا البنات اللي اول مره يركب يعني يركبون دراجه مع وجود سيارات، فيصير في ربكه، خوف من السياره. طبعا في خوف. طيب بنات، خروجكم يكون يوميا ولا يوم ورا الثاني؟ كيف طريقتكم في التدريب؟ على حسب اختيارك للحصص، مثل ما نقول في 3 مرات في الاسبوع، في 2 مرات في الاسبوع، وفي بشكل يومي. انت ايش حابه الاختيار اللي انت تبغينه تختارين اللي يناسب جدولك اليوم. اوكي. ويكون كله في الليل او في النهار وفي الليل؟ في مجموعة تتدرب بالنهار يعني فترة العصر في الشتاء، وفي مجموعة اللي يناسبها دوامها تتدرب بالليل، يعني أكثر من مجموعة يسوون. طيب إيش شروط الانضمام؟ يعني مثلا في سن معين؟ في فرق بين المبتدئين والمحترفين؟ في يعني ليفلز، في مراحل ولا كيف؟ بالنسبة للعمر فوق 18 سنة. أوكي. صحيح. أي. بعد تحت 18 سنة لازم موافقة ولي الأمر. طيب بالنسبة إذا كانوا مبتدئين أو محترفين يفرق معكم إنه هذه الدرجة؟ أي. إحنا كلنا سواء كنا مبتدئين أو محترفين في معنا الكباتن معنا، فلما نطلع في التدريب اوكي تنقسم، ينقسمون البنات الى مبتدئين ووسط ومحترفين، كل مجموعه معاها كابتن يساعدها اثناء التدريب. حلو. حتى حين الانضمام يسالونك يعني ايش هدفك من ركوب الدراجه؟ هل انت تبغي تكوني محترفه؟ هل انت جايه للياقه؟ رياضة؟ حلو. تبغي تستمتعي في وقتك؟ فكل أحد على حسب هدفه يدرب على هذا المبدأ. طيب إيش فرق بين أني أنا أبغى أكون محترفة أو أبغى لياقة؟ طيب الحين أنت تبغي تكوني محترفة، معناها في برامج معينة للسرعة، لتمكنك من التوازن، مقاومة، قوة،
يعني مسافات أطول أنت لازم تقضينها على الدراجة علشان تصنفين محترفة. تدربين في المراحل المتقدمة على لبس الحذاء ذو القفل، هذا الحذاء علشان السلامة وعلشان السرعة، ويكون التوازن أكثر على الدراجة أكثر من حذاء المشي أو الركض اللي إحنا نلبسه في النادي. بس عفوا، إيش هو حذاء ذو القفل؟ هذا حذاء تربطين فيه مع الدراجة، يعني حذاء خاص فقط تلبسينه على الدراجة. لا، هو أنت تتدربين علشان ما تطيحين. ففي البداية طبعا أكيد في مراحل أنك تدربين على جهاز ثابت علشان يمنع السقوط، شوي شوي تدربين في أماكن بسيطة علشان السقوط، وبعدين إن شاء الله ما تسقط. يعني بالفعل موضوع توعية ورسالة جدا مهمة للمجتمع، وبالفعل نتمنى أن صوتكم يوصل أنه يكون في مسارات مخصصة للدراجات الهوائية حتى تكون أسلوب حياة عندنا وتكون ثقافة في المجتمع يمارسها الكبير والصغير. شكرا لكم وشكرا لوجودكم معنا اليوم. مشاهدينا، مكملين معاكم آخر فقرة لليوم، ولكن بعد الفاصل. ما هي الألوان والأقمشة التي تسيطر على موضة تصاميم العبايات لموسم ربيع صيف 2021؟